السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية سقوط الأسنان في المنام. سقوط الأسنان من الإنسان في المنام طول العمر دون نظائره في السن، فإن رأى أن جميع أسنانه سقط وأخذها في كمه أو في حجره فإنه يعيش عيشا طويلا حتى تسقط أسنانه ويكسر عدد أهل بيته، وإن رأى جميع أسنانه سقطت وذهبت عن بصره فإن أهل بيته يموتون قبله، وربما كان ذلك موت ذوي سنة أو مرض أهل بيته. وإن رأى من أسنانه فقدها فإنه يغترب عن عشيرته واحد، فإن أصابه بعدما فقد رجل رجع وإلا فلا يرجع. ومن رأى أن أسنانه العليا سقطت في يده فهو مالي يصير إليها، وإن سقطت في حجره فهو ولد ذكر، وإن سقطت إلى الأرض فهي مصيبة وموت. ومن رأى أن أسنانه السفلى سقطت فإنه يصيب وجع وألما وهما وغما. ومن كان عليه دين إذا سقطت أسنانه في المنام فإن ذلك يدل على أنه يجري دينه، وإن رأى أن سنا واحدا من أسنانه سقطت فإنه يجدي رجلا واحدا دينه أو يجدي الكل في دفعة واحدة، وإن سقطت أسنانه فإنه يجدي عدة من غرائمه أو يجدي أحدا منهم أشياء كثيرة. وإن تسقطت أسنانه بلا وجع فإن ذلك يدل على أعمال تبطل، وإن رأى أنها تسقط مع وجع فإنه يدل على ذهاب شيء ما في منزله. ومقاديم الأسنان إذا سقطت فإن كان مع وجع أو خروج دم أو لحم فإنه يبطل أو يفسد الأمر الذي يريده، فإن سقط من غير وجع فإن ذلك ما يملكه. فإن تسقطت جميع الأسنان فإنه يهلك جميع من في ذلك المنزل والأصحاب والأحرار والمسافرون، وتدل هذه الرؤية منهم على مرض طويل من غير أن يموتوا، وتدل في العبيد على العتق والتجار والمسافرين على خفة حملهم. ومن رأى أن أسنانه تسقط وهو يأخذها بيده أو بلحيته في حجره فإن ذلك يدل على أن أولاده تنقطع ولا يولد له. وقيل من رأى سقوط أسنانه دل على مضرة لبعض أصحابه، وإن رأى أن سنية سقطت في يده أو سرها في ثوبه فإنه يستفيد ولدا أو أخا أو أختا، وإن رأى جميع أسنانه سقطت وصارت في يده أو عنده فإنه يكسر نسل أهل بيته وعددهم. وسقوط السن الواحد إن كان من غير معالجة وأخذها بيده أو سرها في ثوبه فإن كان عنده حامل جاءه ولد، وإلا صالح أخا أو قريبا كان قد قاطعه. وإن كان هناك دم فإن ذلك اسم قطيع للرحم، إلا أن يكون عليه دين فإنه يطالب به ويعالج على قضائه. وقيل إن سكوت الأسنان يدل على عائق يعوقه عما يريده، وقيل هو دليل على قضاء الديون. وإن أخذ ما سقط من أسنانه ربما تكلم بخطأ وندم عليه وكتمه، وربما كان المغرم عليه قدر دية السن في الشرع، وربما دل فقد الأسنان لأرباب المجاهدات على لزوم الصوم. ومن رأى أسنانه سقطت وتعذر عليه الأكل فإنه يفتقر، ومن رآها سقطت بكفة ومن غير ألم ولا معالجة فإنها دراهم على عددها. ومن رأى أسنانه سقطت في حلقه فأخرجها سنا سنا ووضع كل سن مكانها سقطت حجارة البئر الذي له، وهو يريد أن يخرجها حجرا حجرا ويضع كل حجر في مكانه. وقيل من سقط أسنانه فقد بقى من عمره 29 عاما أو 30، وقيل يموت إلى 30 يوما أو يغرم 30 دينارا، وقيل إن كان له بئر فإنها تنهدم، وقيل يمرض مرضا شديدا ويذهب ماله في النفقة ثم يستفيد به غيره. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.